الأصحاح الثاني والعشرون. وعاد يسوع إلى مخاطبة الجموع بالأمثال فقال: يشبه ملكوت السماوات ملكا أقام وليمة في عرس ابنه، فأرسل خدمه يستدعي المدعوين إلى الوليمة فرفضوا أن يجيئوا، فأرسل خدما آخرين ليقولوا للمدعوين: أعددت وليمتي وذبحت أبقاري وعجولي المسمنة وهيأت كل شيء، فتعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا، فمنهم من خرج إلى حقله، ومنهم من ذهب إلى تجارته، والآخرون أمسكوا خدمه وشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده، فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم. ثم قال لخدمه: الوليمة مهيئة، ولكن المدعوين غير مستحقين، فاخرجوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى الوليمة كل من تجدونه. فخرج الخدم إلى الشوارع وجمعوا من وجدوا من أشرار وصالحين، فامتلأت قاعة العرس بالمدعوين. فلما دخل الملك ليرى المدعوين، وجد رجلا لا يلبس ثياب العرس، فقال له: كيف دخلت إلى هنا يا صديقي وأنت لا تلبس ثياب العرس؟ فسكت الرجل. فقال الملك للخدم: اربطوا يديه ورجليه واطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان، لأن المدعوين كثيرون وأما المختارون فقليلون. وذهب الفريسيون وتشاوروا كيف يمسكون يسوع بكلمة، فأرسلوا إليه بعض تلاميذهم وبعض الهيروديسيين يقولون له: يا معلم، نعرف أنك صادق تعلم بالحق طريق الله ولا تبالي بأحد، لأنك لا تراعي مقام الناس، فقل لنا، ما رأيك؟ أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فعرف يسوع مكرهم فقال لهم: يا مراؤون، لماذا تحاولون أن تحرجوني؟ أروني نقد الجزية. فناولوه دينارا فقال لهم: لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر. فقال لهم: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. فتعجبوا مما سمعوه وتركوه ومضوا. وفي ذلك اليوم جاء إلى يسوع بعض الصدوقيين، وهم الذين ينكرون القيامة، وسألوه: يا معلم، قال موسى: إن مات رجل لا ولد له فليتزوج أخوه امرأته ليقيم نسلا لأخيه، وكان عندنا 7 إخوة، فتزوج الأول ومات من غير نسل فترك امرأته لأخيه، ومثله الثاني والثالث حتى 7، ثم ماتت المرأة من بعدهم جميعا، فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة؟ لأنها كانت لهم جميعا. فأجابهم يسوع: أنتم في ضلال لأنكم تجهلون الكتب المقدسة وقدرة الله، ففي القيامة لا يتزاوجون بل يكونون مثل ملائكة في السماء. وأما قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قال الله لكم: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وما كان الله إله أموات بل إله أحياء. وسمع الجموع هذا الكلام فتعجبوا من تعليمه. وعلم الفريسيون أن يسوع أسكت الصدوقيين فاجتمعوا معا، فسأله واحد منهم وهو من علماء الشريعة ليحرجه: يا معلم، ما هي أعظم وصية في الشريعة؟ فأجابه يسوع: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل عقلك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والوصية الثانية مثلها: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعاليم الأنبياء. وبينما الفريسيون مجتمعون سألهم يسوع: ما قولكم في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم:
إذن كيف يدعوه داود ربا وهو يقول بوحي من الروح: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك. فإذا كان داود يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟ فما قدر أحد أن يجيبه بكلمة، ولا تجرأ أحد من ذلك اليوم أن يسأله عن شيء.